مباشرة ينضم إلينا الآن عضو اللجنة الشعبية في مدينة شفا عامر السيد زهير كركبي. أهلا بك أستاذ كركبي. في البداية، كيف تقيم هذا الاتفاق الذي أبرم بين وزارة المواصلات الإسرائيلية وبلدية شفا عامر، ولماذا شفا عامر بالتحديد؟ أولا أنا أرحب بكل اتفاق يبرم بين بلدية شفا عامر والوزارات الحكومية. شفا عامر أولا موقعها الجغرافي مهم جدا، تقع على مفترق طرق بين عدة بلدات بين الناصرة وحيفا وعكا، وموقعها مهم جدا، وهنالك مخططات لتمرير ثقة قطارات بين حيفا والناصرة وهذه المدن، وهذا شيء إيجابي، هذا يساعد بتطور المدينة، فلذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق هو اتفاق جيد. وهو جيد ربما لأن أيضا شفا عامر يعني حسب ما أعتقد هي أكبر مسطح مدينة عربية في البلاد، هي أكبر حتى من الناصرة كمسطح مساحة. لكن يعني دعنا نعود خطوة واحدة إلى الوراء فيما يتعلق بالبنى التحتية المتعلقة بالمواصلات أصلا، ونرصد الوضع التي عاشته أو الذي عاشته المدينة حتى هذه اللحظة. يعني على سبيل المثال شبكة القطارات الخفيفة ربما التي تصل المناطق اليهودية كانت لا تصل شفا عامر. هل تم التبليغ في السنوات الماضية عن هذا الأمر، وهذا الاتفاق اليوم يجيب ويلبي طلبات المدينة؟ أولا شفا عامر كباقي البلدات العربية تعاني من بنية تحتية إن كان في المواصلات أو غيرها سيئة جدا، المواطنين يعتمدون على السيارات الخاصة وهذا شيء مكلف. هذا المشروع، مشروع القطارات الذي يمر بمحاذاة مدينة شفا عامر، هذا مشروع حكومي وليس مشروع بلدي، ولكن هذا مشروع مهم، هذا يساعد بتطوير المدينة ويسهل على المواطنين التنقل بين شفا عامر والبلدات الأخرى، فهذا شيء إيجابي. نحن نعمل أن لا يكتفي الأمور بالكلام إنما يبدأ العمل، لأن أصلا الأراضي التي تمر من القضاء هي أراضي خاصة وتتم مصادرة مئات الدرهمات من أراضي شفا عامر، وليس لنا اعتراض على ذلك، نحن نريد أن نطور مدينتنا ونريد أن نشعر نخفف على المواطن عبء مكاليف المواصلات وأن يكون في تحسين في البنى التحتية، وحتى الآن لا توجد هذه البنية المتطورة الموجودة. نأمل بالقريب القريب جدا أن يبدأ بالعمل من أجل ربط شفا عامر بخطط مواصلات جيدة، قطارات وغيرها، لكي نساهم بتطور المدينة كما يجب. طيب، ليس هناك قلق ربما من أن تمس هذه المشاريع من مساحات يملكها المواطن في مدينة شفا عامر، على اعتبار أنه مدينة شفا عامر كغيرها من المدن والبلدات العربية تعيش اكتظاظاً كبيرا، ومن شأن أي مشروع جديد أن يصادر ربما مساحات خاصة. شفا عامر بالماضي تم مصادرة كميات كبيرة من أراضيها لشارع 79 وشارع 70، وتم الحد من تطورها، وعانينا ما يقارب 40 سنة من عدم تطور المدينة. باعتقادي حان الوقت لأن تتغير الفكرة ويبدأ بربط شفا عامر بسكك مواصلات حديثة، وخصوصا أننا عانينا من مصادرة أراضي وكبيرة جدا وتم التسكير علينا من عدة جهات. نأمل أن هذه المخططات الجديدة تكون لصالح المدينة وليس مجرد إساءة للمدينة ولا تساهم بتطور المدينة. أنا آمل أن المسؤولين في بلدية شفا عامر، وأنا كنت في الماضي عضو بلدية لمدة 15 عام، أن يكونوا واعين لهذا الأمر، وأن يكون لديهم الطلبات الكافية لكي يستفيد أهل شفا عامر من هذا المشروع القطري، مشروع السكك الحديدية، وخصوصا أننا دفعنا ثمن مصادرة أراضي ليست بالفريضة، أراضي بالمناطق الغربية والمناطق الجنوبية من أراضي شفا عامر ومن أملاكنا الخاصة، ليس أملاك دولة، ليست أراضي دولة إنما أراضي خاصة،
ونحن نطالب هذا حقنا أن نستفيد من هذه المشاريع الحكومية. دعنا نتحدث أخيرا أستاذ كركبي عن ربما التنفيذ لهذه المشاريع التي قد تكون كما قلت مباركة لهذه المدينة التي عانت الكثير. مسألة التنفيذ، هل ستعرض ربما على المجلس البلدي في كل مرحلة حتى يتم تقديم النقد ربما وتحسين التنفيذ؟ لا أعتقد ذلك. المجلس البلدي يقر الخطة في أحد جلساته مرة واحدة، ولكن العبء الكبير يكون على قسم الهندسة في بلدة شرف عامر أن يعي لهذه التطور، أن المشروع هذا لن ينتهي بسنة واحدة. أعتقد أنه بالأربع خمس سنوات القادمة سيتم العمل عليه، يعني لن نرى غدا قطارات تمر بجانب المدينة. إنما البدء بالمشروع، هذا المشروع مكلف ويتطلب عدة سنين لتنفيذه نهائيا. أشكرك جزيل الشكر عضو اللجنة الشعبية في مدينة شفا عامر على هذه الإحاطة والتوضيحات الأستاذ زهير كركبي. إلى ملفنا الثاني، حيث أشارت تقارير مختصة إلى ارتفاع في عدد المراهقين الذين يتناولون مضادات الاكتئاب والعقاقير المضادة للقلق، الأمر الذي يعزى إلى الظروف الحياتية المختلفة التي تعيشها هذه الفئة العمرية، فيما يحذر مراقبون من انعكاسات هذا الاستهلاك للعقاقير تبعا لما لها من عوارض وارتدادات على حياة الفئة الشابة.